السلام عليكم. حمدي كمال خوت، اسم ديالي حمدي كمال. اخوان خوتي انتم كتشوفوا الوضع ديالي انا، وكنا عايشين خوتي بخير وعلى خير، وقعوا لنا بزاف المشاكل بزاف المأسات اللي تقاسينا في الوضع في هذا المجتمع هذا. راه ليله يلا محمد رسول الله خوتي. دابا حاليا خوتي راه كنعيشوا في الزنقه انا وليداتي، خمسه الاولاد خوتي. هادشي اللي كاين الاخوان، راه ماديا ومعنويا ما عندنا لا باش نكريو ولا هادشي هذا باش عايشين خوتي. كنبيعوا اتاي هو اللي كنبيعوا باش عايشين حنا. هاد الوليدات هادو خمسه النفوس كنعيشوا بها، ساكنين هنا في هاد القيطون هذا اخوان. كنا كارين اختي، ودابا مابقاش عندنا باش نخلصوا الكرا، صافي خرجنا. هاد الأزمة هادي مبقى عندنا لا فلوس لا والو، صافي حنا نخرجوا بحالنا. خرجنا للشارع ساكنين فيه دابا، عايشين في الشارع. عندي خمسة الأولاد خور، وضعي هاتي كتشوفي اختي، مراتي مريضة مهرسة من رجلها. عندي خمسة الوليدات الصغيرة دابا حاليا، الصغيرة عندي أنا ما مكملاش عام، يلا عندها دابا 10 شهور. هادشي اللي عطا الله اختي. كنطلب من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى عادل المسلمين. نتمنى منهم خوتي يشوفوا من الحال ديالي وينقذوا لي غير الوليدات ديالي خوتي، بغيت غير شي سكا لائق لوليداتي. هادشي اللي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى والمسلمين.